خير يا إبراهيم؟ شو في؟ احكي لشوف. ليكون مو عاجبك هذا القرار. لا العفو يا مولاي، أنا مولاي طول عمري ما ناقشت قرارات حضرتك وكنت نفذها بدون أي اعتراض. في منا كنت أفهمه وفي منا كنت حاول إني أفهمه. وهذا من اللي عم تحاول تفهمه ما هيك؟ تتذكر لما قلت لي إنه منصب قائد الجيش راح يقرب كثير من الموت يا إبراهيم؟ أنا بهذا القرار عم حاول خلصك من هذا الخوف اللي قاعد جواتك. اوعك تفكر للحظة إنه روحك رخيصة يا إبراهيم، ولازم تعرف أنت تحت حمايتي. بهالقرار عم بحميك حتى من حالي. تعال نحكي بالتجهيزات. شاركان ما رح يتجرأ يحارب بالأماكن المكشوفة، مشان هيك رح يحارب من القلعة، وبهالحالة المدافع مهمة ورح نهاجمه فيها ونحاصره، هيك نحن رح نكون بأمان. حق معك يا إبراهيم، بس لحتى نقدر نوصل لفيينا في عنا مسافة طويلة رح نقطعها بأراضي المجر. مفروض نستعد بسرعة. أنا بشوف إنه لازم ننطلق بأقرب وقت ممكن مشان نوصل للأراضي النمساوية قبل شهر تموز، لأنه مو حابب ضل هنيك ليجي الشتاء. مولاي بالي بيك حابب يشوفك. يتفضل. مولاي باشا. تعال يا مأمون أغلو، تعال شاركنا الرأي، عم ندرس تحضيرات الحملة. مولاي طلبت مني حقق بالمشكلة يلي صارت مبارحة. هات لشوف شو طلع معك. نيلوفر مولاي. انت متأكد؟ هي الجارية المفضلة عند السلطان هيام. هي اعترفت لي بكل شي يا باشا، ندمانة كتير وحتى ترجتني انه ما خبر السلطان هيام. وانت اقتنعت بكلامها؟ مولاي برأيي إنه مو هي اللي قتلته. ست الكل. شو اللي صاير ابني؟ نحن اليوم قدرنا نعرف مين الشخص اللي كان وراء قتل حصان هيام. ايه منيح؟ ومين بيكون هالشخص؟ الجارية المفضلة عند هيام، نيلوفر. بس أنا بظن واحدة مثلها ما فيها تقوم بهالشي لحالها، يعني واضح إنه في حدا حرضها على إنها تقتله. أنا متأكدة إنه يلي حرضها تعمل هالشي عمل هيك مشان يكون الاتهام موجه إلي. وإذا بدك الصراحة أنا بشك بشخص واحد، هيام. برأيي هي ورا هالشغلة. سلطانة، كأنه المشاكل كتراني وزايدة عن حدها. إذا ما راح تخلص هاي المشاكل بالحرم لك، وقتها أنا اللي راح أحط لها حد. سلطانة، راح أخبر مولاي إنك إجيتي. أنا إجيت مشان أحكي معك أنت. معي أنا؟ عم اسمعك سلطانة، تفضلي. نيلوفر مو مبينة. سمبل خبرني إنه أخذوها بناء على أوامر منك. شو عم بيصير؟ بدي أعرف لوين راحت. اللي وينها؟ شو عملتوا فيها؟ اهدي. بدي اشوفها للسلطان هيام، خذوني لعندها.
اتركوني. محمد، أنت حبيب قلبي؟ مولاتي، السلطانة هيام مالا موجودة، بتحبي روح نادي لجلالتك؟ ما في لزوم، أنا جيت لهون بس مشان شوف أحفادي. مريم؟ أنت ما رح تقومي لعندي؟ شو بكي حبيبتي؟ لا تكوني زعلانة من شي؟ أنا مو حابة إني أحكي معك. أنتِ ما بتحبي ماما ولا بتحبي إخواتي. أنا ما عاد بدي أحكي معك بنوب. جلالة السلطان سليمان المعظم. الله يحميك، أنا متأكدة إنه رح ترجع لنا بنصر كبير. الله ييسر لك طريقك وينصرك على أعدائك. آمين. آمين. على طول ابعتي لي رسائل، بدي أعرف كل أخباركم بالتفصيل. ست الكل الحرم لك بأمانتك، وخصوصا السلطانة هيام، لأنه حادثة اللي صارت معها كتير زعجتها. بدي إياك تديري بالك منيح على هيام. كون مطمن ابني. دعونا بالسلامة. الله معك. Thank you.
خبروا كل الوحدات خليهم يتحركوا بسرعة، بسبب الوحل والمطر نحن تأخرنا كثير. أنا مزعوج على المدافع اللي تركناها ورانا، بلا ما نضيع وقت أكثر من هيك. لازم نوصل على فيينا بأسرع وقت ممكن. بدي إياكم بكامل الاستعداد والجاهزية. مولاي، امبارح في كثير ناس تركوا قصر بودين عم يهربوا، يعني شغلة أسبوع ورح نستولي على بودين. دي زولتان سليمان إس يستروهش مي هوي دي زموهج هي إن كومت زولتن فيا أوس إزم بلاتس أوس أورا هو هايت إرث هرتسوك فردناند فيا زونش أم في رايت زو فولت أوس بريشن فيا مسن ديش تزايتش فيك فون هيا داس دي برنسن فيسن فيا تريفنزي إن فين. سلطان سليمان، جلالتك نفذت وعدك إلنا. أنا ببلغ حضرتكم شكري باسم كل شعبي. الملك فرديناند أخذ التاج المقدس مني بالقوة، وهو صار له شهور عم يدير بلدنا من قصر بودين، طبعاً بعد ما احتلها بدون حق. وبس يعرف إنه القوات العثمانية وصلت لنجدتنا أكيد رح يترك بودين ويروح، لأنه بيعرف كتير منيح إنه ما رح يقدر يحاربكم. بس أكيد رح ياخد التاج ويهرب فيه. يانوش زابوليو، نحن وفينا بوعدنا لإلكم، رح نرجع لك تاجك وملكك اللي راح منك، بس أنت كمان لازم تحافظ على ملكك وتاجك، وإلا رح كون مجبور عين ملك يعرف كيف يسيطر على مملكته ويحافظ عليها. أمرك أوامرك مطاع. بالي بيك، هي مهمتك. اسمعني منيح، بدي اياك تتحرك هلا وتروح تجيب التاج. Avanza Pier Sultano Suleimano Serga di Vienna Gonzio Herstro Padre. Avanza di Mohaj e Sesta Bodin. Sharkin Kere Oboyo di Nos. En bredrensa jo allarti Fernando, no dobera batumar la colonna, en samo la error estomar bodin on asapuena, en fano poscar problema entri sofios atorcos para incindiner. No soro quentra pueno ki sharkan.
El sultano Suleimano viene a nuestro país con principio claro. Tiene la fuerza para hacerlo y matar a los cristianos. Giro que Luthar tiene razón y nulo char. Los turcos francamente posco. Con los turcos para entrar en giro con ellos. مولاي السلطان، هي تاج المجر صار بين ايديك. بالي بيك، تاخذ هذا التاج وبتروح عبودين وبتلبسه لزابوليو. مولاي، اذا بتسمح لي بهالسؤال، يعني بجوز ساوي هيك بوجود جلالتك؟ طبعا يا بالي بيك، بعدين انت بطل من ابطال الجيش العثماني، وغير هيك انت مسؤول الجناح الملكي، وهذا الشيء بكفي بظن. اجى الوقت لحتى نتحرك، فيينا عم تستنانا، يلا شدوا همتكم. ابراهيم باشا، شفت شلون السلطان عاطي قيمة لزابوليو؟ مع انه ما بيستاهل هذا الشيء. الملك يلي بيفقد تاجه مانو ملك. واذا بدك رايي، الشخص اللي لازم يلبس التاج لازم يكون قد هاي المسؤوليه. سينيور كريتي، يا ترى في حدا ببالك؟ احكي مين انت مثلا؟ أويرا هيلوغن مايستيت ميا ميتشن أو هايد ميطالن داز فيا ميدر شتوتسن برزايدن دو أوتمانن سو بيزغن دي إيرر زايدس جيفور داتا درايسوش تاوزن زولداتن أون سفاي تاوزن كافاليرا أوس مورافيا زند برايات أون دم در شتوتيوسن كونت أوس رجيولن هي سكسوني سكسونيا أون سيلفيا أون زي زيفاتن أوف إن زيجنال أون زيج أن سو بندن نوا وازنوخ زوند فيا دير ماينونغ داس داس فيا فينش أم دير شتوتس فيردن واز ماينن زي دامت في كانش انن هلفن اوند فيا بفوندن اونز اون هارتن أم شتاندن بيتين زي فيردن دي شتيركن دي لوتيريانز
بودين اتسن ناينر فوخا جيت شترت زوار ورموت ليش هات سلطان سليمان فوا فينس او اين اوبان اون ديم فينتا دواتسو فيه برينجن اون دان دويتشلاند اوبان Mit dem Truppen können wir uns gegen nicht wehren. Und wir können ihm nicht begegnen. Außerdem sind einige der versprochenen Truppen noch nicht eine getroffen. Wie lange fährt 5 Tage zu schlechter? Mach dir keine Sorgen, Ferdinand. Die Unterstützungstruppen in 2 Tagen treffen ein. In Wien stehen die Osmanen große Kanonen. 20.000 Soldaten, 2.000 Kavaliere und dieser von Herzhaften und tapfern Aristokraten unterstützt werden. Und der Kommandant von denen ist der Kommandant Nikolaus von Zahn und sein Stellvertreter Wilhelm von Rockendorf. Meinen Sie, dass es genug, um die ottomanischen Gruppen aufzuhalten? Beruhige dich, Ferdinand. Wir werden sie aufhalten. Sie haben sich vor Suleimanisch so zu verrichten. مولاي الفرسان الخيالي عم يضربوا البلدات اللي حوالي فيينا. وقواتنا استولت على كتير من القلاع. وفي مدن كنا محددين هلأ صارت تحت سيطرة جيوشنا، وهالمدن هي آلتون بورغ وريغنس بورغ، ولسه في مدينتين رح يستولوا عليها اليوم. وكمان سيطرنا على مدينة فادوز وأسرنا أميرة يا مولاي السلطان، وتقريبا قواتنا سيطرت على كل كرواتيا وسلوفينيا. مولاي نحن قربنا من صربيا. منيح مولاي. جلالتك بتعرف نحن ضيعنا الكثير من الوقت بسبب المطر والسيول وأحوال الطقس، وكمان هذا السبب اللي خلانا نترك مدافعنا الثقيلة ببلغراد بسبب الطقس، والظاهرة الشتوية رح تجي بوقت كثير بكير هالسنة، وبهالحالة مستحيل نوصل لفيينا قبل شهر أيلول. شو بتأمر جلالتك؟ نكمل طريقنا؟ رح نكمل يا إبراهيم، رح نكمل طريقنا مشان نزرع الخوف بقلوب أعدائنا. شاركان رح نهزمه، ولازم يفهم منيح إنه بهالعالم كله ما في غير سلطان واحد وهو أنا.